نحاول نكتبه هنا ممكن يطلع لنا. عشان نشرح عليه. ايوه اعتقد انه جبناه. اوكي. ايوه هنا. شوف هنا، هذا شيء جديد عليكم اكيد، ممكن الا انه في واحد يعرف عاد هذا شيء اخر. طيب شايفين هنا هذا اللي يسمى السسبند نت. نت هنا تجي بمعنى شبك، تجي بمعنى شبك. وين راح هذا النت هنا؟ اوكي. طيب شايفين هنا يا شباب، اللي شايف يرد علي اساس اعرف انه شايفين هذا يا شباب. ايه شايفينه يا باشمهندس؟ الشبك الشبك هذا له معايير، يعني بحر اخر اللي سسبندد نت. اوكي. هذا يستخدم في الاماكن تكون معلقه وفي امكانيه سقوط، اما سقوط للاشخاص او سقوط للادوات، المعدات، السكاكين، دريل، الاشياء الثقيله. مو معقول اني انا اعمل في مكان وقد تسقط اشياء على الناس اللي تحت. انت عازل المنطقه، لكن ممكن واحد يعبر منطقه العزل، فلازم اكون انا ماخذ احتياطاتي الكامله. هذا ما يسمى بالسسبندد نت عشان يمسك الاشخاص. اتمنى اني الاقي لكم فيديو يتكلم عن النت هذا. اوكي. في طبعا نت خاص بالاشخاص وفي نت، انت شوف انا جالس اقول لك نت، ترى مو بالانترنت، شبك يعني. اوكي تمام. هذا ما يقصد بايش؟ شوف هنا عندك هذا ممكن يكون لايش؟ للادوات طبعا، المعدات عشان ما تسقط على الناس اللي تحت. تمام. هذا طبعا هذا ستاندرد دولي، اللي شايف هذا النت هذا، انه دائما المباني تكون مغطى بهذا، مغطى بالشكل هذا لازم. طبعا هذا له محاسن له مساوئ. محاسنه انه ايش؟ انه يمنع سقوط اي شيء من المبنى كادوات، معدات، ما نعرف ايش الى اخره. مساوئ الشيء هذا انه سريع الاشتعال. كل شيء في الدنيا له محاسن. لو المويه لو كثرت منها بشكل هائل ايضا لها اضرار. فاشوف كيف يعني. شايف هنا نفس الحكايه في نت لكن سيء، يقول لي the bears netting. اوكي. هنا شفنا هنا ما في نت. اوكي. هنا ايضا هذا ما يسمى بالنت. هذا طبعا اللي ذكرته بالبدايه، اللي تكون معلقه البلاتفورم، الورك بلاتفورم، سسبندد ورك بلاتفورم. اوكي. هذه تكون معلقه ويعمل عليها اشخاص، لها طبعا السسبندد بلاتفورم لازم تعرفها. هذه لها اشتراطات معينه، لها اشتراطات سلامه خاصه. شايف هنا في طبعا ما يقارب بالعشرة سنتي ارتفاع، اساس لو كان في ادوات بالارض يضربها في رجله اعزكم الله ما تطيح على الناس اللي تحت، يكون في حمايه هنا. بلس زائد النتنج، النت اللي تحت الشبك. طبعا مو كل الشركات تطبق الشيء ده، انا جالس اتكلم لك عن شيء ستاندر انت لازم تعرفه، سواء عملت بعدين في مكان يتطلب الشيء هذا ولا ما عملت. طبعا هذا شيء خلينا نقول يعني راجع للمنشأة اللي انت راح تعمل فيها. اوكي. ممتاز. طيب هذا شيء ممكن يكون جديد عليكم، لازم انت تكون عارفة وفاهمة.
طبعا هنا يقول لك الاستعدادات الخاصه التي تطلبها الحوادث في حال وقوعها، فرق الطوارئ، الاخلاء، هذه كلها شايف، هذه كلها طوارئ، الاخلاء، الاطفاء، التصاريح، ما يعرف ايش، هذه كلها من مهامك. انت لازم تجهز لي فرق طوارئ، فرق اخلاء. دائما ذكرت لكم انه احاول اني اشغل كل الاشخاص اللي عندي في منطقه العمل بحيث اني استفيد منهم، سواء العمال استخدمهم لايش؟ للانقاذ، خصوصا لما اكون اعمل في مستشفى، مشرف سلامه في مستشفى، مفتش سلامه في مستشفى، لازم يكون عندي يعني تدريب كافي للاشخاص. ليش المستشفيات دائما تصنف من اصعب الاماكن اللي ممكن يكون فيها اخلاء؟ ليش يا شباب؟ مبنى مثل اي مكان ثاني، طيب ليش؟ شو الصعب بالموضوع؟ لماذا تصنف المستشفيات من اصعب الاماكن التي يتم التي قد يواجهها الاشخاص اثناء دخلها؟ ليش يا شباب؟ لكثرة الغرف والممرات. طيب كثرة الغرف والممرات أقدر أحلها بالأروس، شيء يسمى الأرو اللي هي أسهم الاتجاهات، الإنارة، الجراوند جايد لاين اللي هو في لزقج على الأرض كذا ياخذك للمكان الخروج، زي لما تمشي بالمطارات ياخذك، هذا يسمى الأندر جراوند جايد لاين اللي هو الأرضي، الجايد لاين اللي هو القائد أو شيء يعني يوصلك إلى مكان معين، إلى نقطة معينة. أوكي، أو أسهم الاتجاهات تحل لكثرة الممرات. أسهم اتجاهات إنه الإكزيت في المكان الفلاني، الخروج في المكان الفلاني. تمام؟ تصنف المستشفيات من أصعب الأماكن ومن أصعب المنشآت اللي ممكن يواجهها الأشخاص اللي يعملون في الأخلاق. ليش؟ لانه انت عندك مرضى، عندك كبار سن، عندك صغار سن، عندك مصابين، عندك اشخاص في قسم العظام مكسرين يعني من الحوادث، عندك اشخاص فاقدين الوعي، يعني عندك اشخاص ما يتحركون، ذوي احتياجات خاصة. الان ذكرت لك ما يقارب العشر حالات. تخيل معي انت الان لا قدر الله في المستشفى وصارت عندك كارثه، تبغى تطلع كل الاشخاص، هذا اللي يعني الله يشفيهم عموما، هذا اللي مغمى عليه، مجموعه اشخاص خمسه سته مغمى عليهم، خمسه سته مصابين، 10 كبار سن، 15 اشخاص مسوين عمليات، فاقد وعي، ما نعرف ايش، الله يكفينا الشر. فكيف انا اتعامل مع الشيء هذا؟ كيف اتعامل معه؟ اتعامل أنا معه أعتقد يا باشمن، تدريب هلا؟ خلاص خلاص كنت بجاوب، يعني أحس وقت أنت راح تجاوب. كنت انتظر احد يجاوب. لا كنت أحسبك أنت راح تجاوب. افكرك انت اللي تنتظر يا اسلام. لا أنا بغيت أجاوب. طيب تمام، بغيت اوكي 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 عشان ما نطلع من اطار طيب الشرح. وانا لما اشرح تدخل علي في حاجه كذا تسبب لي يعني كونفيوجن. الاشخاص، انا كيف احل المشكله هذه في مستشفى وعندي مسؤوليه عظيمه؟ كيف احلها؟ احلها بايش يا شباب؟ احلها ب تدريب جميع الاشخاص العاملين في المستشفى، من عمال نظافه، العمال الكافيهات، العمال الصيانة، العمال التوصيل، العمال للطباخين، للدكاترة، للممرضين، للممرضات، المدراء، مدراء الأقسام، مساعدين مدراء الأقسام، كل شخص هناك لازم يدرب على الأخلاق عشان أنا أقدر أستفيد يعني من أكبر عدد ممكن من الأشخاص دول وأستخدمهم في الأخلاق. اوكي، هذا الشيء. الشيء الاخر، في طبعا كرسي اللي هو كرسي خاص بنقل
الاشخاص المصابين من دور الى دور اخر. الكرسي هذا ميزته انه قادر يمشي على ايش؟ على الدرج، ويكون عليه شخص ويمشي بسلاسه على الدرج. لانه مو معقول انا عندي في الدور الثالث 35 مصاب، كيف بشيلهم باللفت؟ صعب. بعدين اللفت ما راح يشتغل، انت عندك حريق، ما تستخدم اللفت الا في حال كان عندك لفت او سنسير يسمى خاص بايش؟ بالتحمي بالطوارئ، يطلع وينزل، تمام؟ بالطوارئ. هذا طبعا ما يدخل فيه دخان ولا يدخل فيه حريق، ولا يكون خاص اثناء الحريق تستخدم الشيء. اوكي تمام. اوكي هذا بالنسبه لي، تكلمنا عن الاخلاق، طرق الطوارئ والاخلاق، يعني تمام. ليش انا دائما اهتم بايش؟ بصحه الاشخاص في مكان العمل، احسسهم ان انا مهتم لايش؟ لصحتهم. لانه دائما شوف اي شخص لما انت تعمل في مكان وتحس ان المكان هذا يعني او المنشاه هذه مهتمين لصحتك، يعني يسوون معك فولو اب، متابعه، يوفرون لك الاشياء اللي انت تحتاجها، يوفرون لك معدات الصحه والسلامه، تحس دائما بايش؟ باهميه شوي، تحس بشعور بالانصاف، شعور بال يعني امان، استقرار. فدائما عدم توفير الاشياء اللي ذكرتها انا قد يعكس الاشياء ايضا اللي النقاط اللي ذكرناها، مثل الاحساس بالاهميه. يعني تكون في شركه ما توفر لك الاشياء هذه، ولا توفر لك معدات الحمايه الشخصيه، ولا 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 الى اخره. فتلاقي انه في يوم من الايام تقول يا اخي انا صحتي مو مهمه ابدا للاشخاص هذول، فممكن لو اي شيء يحصل لي انه ما راح يكترثون لامري بتاتا البت. اوكي هاي طبعا ذكرناها، مخاطر ناتجه عن الفرد نفسه. هذا شيء واضح جدا وصار بدائي طبعا. هذا يسمى، مين يعرف لي هذا يقصد في ايش؟ مين يجاوب ماذا يقصد بالمخاطر الناتجة عن الفرد نفسه؟ اجاوب يا باشمهندس. تفضل. ال unsafe act. احسنت. ال unsafe act. أكت تصرف من شخص أنسيف، غير آمن، تصرف غير آمن من شخص ما. طبعا دائما في نقاط، النقاط هذه هي اللي طبعا تساعد على 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 الأنسيف أكت أو التصرفات غير الآمنة. منها نقص المهارة والخبرة، عدم اتباع الإجراءات التي يجب تنفيذ العمل من خلالها. مثلا عندي إجراءات أنا لازم تتبع من جميع العاملين، في واحد من العمال لا يتبعها، الشخص دائما يعرض نفسه والآخرين للخطر. البيئة الاجتماعية، البيئة الاجتماعية أقصد فيها الآن أنت كموظف لو شفت مديرك براسه مو ملتزم في الصحة والسلامة، اكيد انك انت ايضا ما راح تلتزم بالصحه والسلامه، ولا راح، لان انت راح تستخدمه كايش؟ كقدوه، كقائد، ك اربعه عدم التقيد باستخدام وسائل الحمايه. البعض ما يلبس، يقول لك يا اخي كلها نظاره، انا ليش البس نظاره السلامه هذه؟ ما احتاج اني البس. اوكي؟ كلها مجرد نظاره. فبعد فتره تلاقي صار عنده تحسس بعيونه نتيجه الجزيئات الصغيرة المتطايرة في المختبر اللي كان يعمل فيه.
العمر دائما له هاجس، دائما كل ما كبر الشخص كما قال لك انا والله خلاص وصلت لمرحله يعني انه تمرست وعرفت وخلاص ما راح يحصل لي اي شيء، وصار لي 20 سنه 30 سنه بالعمل هذا ما قد صار لي شيء، تلاقي ثاني يوم صار عنده كارثه. ف متى يسقط الانسان؟ يسقط اذا قال انا وصلت، انا خلاص يعني عرفت كل شيء، كل المخاطر في الدنيا، الان يبدا ينحدر خلاص. اوكي كيف رجعنا البيت العمل؟ طيب عفوا هنا اوكي اوكي نكتفي الى هنا وناخذ منكم اسئله يا شباب بحيث ان نقفل الكورس. في اي سؤال، اي استفسار يا شباب، اي شيء قبل ان نقفل الكورس او الكلاس عفوا يا شباب، اي شيء، اي سؤال، اي استفسار. طبعا احنا الان ماشيين ولله الحمد بشكل كويس، شايفين وصلنا بالمنهج، المنهج طبعا مو كثير، انا احاول دائما اني اطلع لك من المنهج وادخل لك في اشياء اكثر يعني تشعبا. ليش؟ لانه احاول اني انوع لك من الاشياء اللي من النقاط المعلومات اللي انت تحتاجها في مقر عملك مستقبلا، طبعا في حال عملك او في حال كنت تعمل حاليا. في اي شيء، في اي سؤال، اي استفسار يا شباب قبل لا نختم؟ في اي شيء، اي سؤال؟ انا احتاج اني اختم انا الان. اوكي اي سؤال، اي استفسار؟ الله يعافيكم، ما في اي شيء يعني. طيب احنا ماشيين كويس في المنهج، فما احنا مضغوطين، ناخذ الاشياء على راحتنا، واي شيء نوقف عنده راح نرجع له. انا استراتيجيتي طبيعه، طبعا السياسه اللي انا امشي عليها ارجع دائما للاشياء اللي اتكلم عنها، اعيد واعيد واعيد. ليش؟ على اساس انه ترسخ المعلومه في راسي ما تنساها، اللي ينساها عاد بعد الاعادات هذه هذا عاد مشكلته. اوكي تمام، الله يعطيكم العافيه يا شباب، ونراكم ان شاء الله الكورس القادم. كورس كان خفيف جدا اخذناه الان، احتاج اني اختم لانه عندي برضه بعد شويه كورس اخر. اوكي خلوني بس انا اتاكد، انا اعتقد انه انتم عندي برضه بعد شوي، عشان كذا اذا عندي انتم ممكن نطلع بريك. عندي الكورس الآخر من كلاس آخر. عموما الله يعطيكم العافية ونراكم على خير.